طبعا أنا أرغب في التغيير وآمل بأن ما رأيتموه أظهر ذلك، ليس على الأقل تنصيب أمس باتريك فالتس وجيمس تيمبسون وهما فردان طبعا مرتبطان بالتغيير والتقديم. وربما لن أفاجئكم بالقول أن المحادثات التي أجريتها أمس، المحادثات الأولى معهما تحدثنا عن شأن الحاجة للتغيير، ولكن هناك خطط موجودة، وكنا نخطط لها على مدى أشهر. طبعا أجريت محادثات مكثفة مع الوزراء الذين نصبتهم حتى نضمن بأننا سنجري أمور الدولة ونضع الخطط التي نحتاجها. ستكون هناك إعلانات في الأيام القليلة المقبلة، وهذه التحضيرات قد عملنا عليها على مدى 6 أشهر، والآن مع هذه الحكومة المستقبلية حتى ننظر في القرارات والأشخاص الذين نتحدث معهم. هذا قد جرى على مدى 6 أشهر، وهذا يعني أننا يمكن أن نحكم بسرعة. طبعا شكرا كريس بك. لقد فزتم بأغلبية عظيمة، وإذا تحدثنا مثلا عن الدعم إذا قارناه بحكم توني بلير 1997، لديكم بعض الأفكار التي ذكرتموها، ولكن هل يمكن أن تذكروا لنا أشياء ملموسة تعدون بأنكم ستفعلونها في 100 يوم الأولى حتى نؤمن برسالة التغيير؟ الملايين من الناس طبعا رأوا تلك الانتخابات، ماذا كان شعوركم حين رأيتم النتيجة في الأخير؟ شكرا جزيلا. الشيء الذي قد حدث أو تغير هو عقلية الحكومة، إنها عقلية الخدمة، أن البلد أولا ثم الحزب ثانيا. هذا ليس فقط شعارا، القرار في يدي، وحين أتخذ قرارات، وطبعا هذا في إطار عملي، فالبلد أولا ثم الحزب ثانيا، وهذا ما يقودنا، وهذا التغيير قد حدث. قلت قبل الانتخابات بأن خطوتنا الأولى ستكون بالعمل على تلك الخطوات الأولى. رأيتم الخطوات التي اتخذت بحل مثلا بعض القضايا التي لم تحل لوقت، وأيضا بنزاهة. هذا هو التفويض. وفيما يتعلق بنتيجة الخميس، هذا تفويض واضح، فنحن دعونا للتغيير وحصلنا على التفويض، وحصلنا على تفويض من كل الأمم الأربع. وكنت سعيدا لأرى طبعا نتيجة الاستطلاع، لم أصدقها طبعا حتى ذكروا ذلك، وكنا نرى كل النتائج تأتي تباعا. ومع الخطاب الذي ألقى رأيته على الساعة 1 صباحا، ولكن حين ظهرت النتيجة النهائية فكنت واثقا بأننا حصلنا على ما كنا نطمح لفعله. ولم أرد على الجزء الثاني من سؤالك. أما في شأن مثلا، أنا أعرف الآن هذه الغرفة، وهذا جيد، وهناك الكثير من الغرف المخفية التي سأكتشفها، ولكن بكل تأكيد سنكون هنا، وهناك عمل كثير ينتظرنا قبل أن أذهب إلى واشنطن يوم الثلاثاء. شكرا بث. روبرت. لقد تحدثتم عن الحاجة لإعادة الإطلاق، وهي إحدى رسائل حكومة العمال أنكم ستتخذون قرارات قاسية. لقد سمعنا بأن السياسة مثلا الرعاية الصحية الآن، أو الرعاية الصحية نظام غير متماسك، فإذا وجدتم بأن الأمور أسوأ مما كنتم تتوقعون، هل أنتم مستعدون لاتخاذ قرارات قاسية مبكرا؟
ومن ضمنها ربما رفع الضرائب. وأيضا بشأن كيف فزتم بالأغلبية، طبعا إذا تحدثنا عن نسبيا عن نسبة التصويت التي كانت قليلة أو منخفضة قليلا تاريخيا، حوالي 80% من البريطانيين الناخبين لم يصوتوا لكم، وهذا يتضمن أولئك الذين لم يصوتوا من قبل. ما يعني هذا بالنسبة لثقافة الحكومة وكيف ستحكمون؟ شكرا روبرت. فيما يخص القرارات القاسية، علينا أن نتخذ القرارات القاسية ونتخذها مبكرا، وسنفعل ذلك. سنفعل ذلك بنزاهة وبصراحة. وهذا فيما يتعلق مثلا بوصف نظام الرعاية الطبية بأنه مكسور أو غير متماسك. فنحن مثلا إذا كان هناك شخص قد كسر أنفه فلا يمكن أن نصفه بأمور أخرى، وإلا فإننا لن نستطيع طبعا إصلاح الأمر. وأيضا مثلا إصلاح السجون، حيث هناك نظام مكسور وعلينا أن نواجه المشكلة بنزاهة وبصراحة، وسنتخذ قرارات قاسية. ولكن هذا ليس مقدمة للقول بأن هناك بعض الضرائب التي لم نتحدث عنها من قبل بأنها ستعلن الآن. الأمر يتعلق بالنزاهة ووصف الأمور كما هي. وبالنسبة للجزء الثاني، لقد كان مهما لي لأن أقول بالأمس بالنسبة لأولئك الذين لم يصوتوا لنا، لأننا حكومة خدمة تخدم كل الشعب سواء صوتوا لنا أم لا. وأولئك الذين أيضا صوتوا للعمال لأول مرة يوم الخميس، لأن هناك الكثير من الناس الذين صوتوا لحزب العمال وربما لم يصوتوا للعمال من قبل، وأنا أدرك هذا الأمر، وهم قد وضعوا ثقتهم فينا، وعلينا أن نعيد ذلك إليهم. وأولئك الذين لم يصوتوا لنا فإننا سنخدمهم أيضا، وأننا لن نجعلهم خلفنا لأنهم لم يصوتوا لنا. سنحكم ومن أجل كل المواطنين، وبهذا يتقدم بلدنا. وبفعل ذلك أيضا مع الوزراء ومع العمدات ومع ممثلي الشعب في كل المناطق، حتى نحكم من أجل كل البلاد ونتقدم. وطبعا سننسى تماما ونتجاهل العقلية القبلية، حيث حدث مثلا بالنسبة للماضي أنه كان هناك خدمة للحزب والموالين للحزب أولا وليس للبلاد، وهذا ما عنيته بقول البلد أولا. شكرا روبرت. بول. هل تعودتم الآن على كلمة رئيس الوزراء، سيادة رئيس الوزراء؟ ولقد قلتم إن الأمر أو الإصلاح قد يستغرق وقتا، ولكن الناس الذين يشعرون باليأس، متى سيتوقعون أن تبدأ الأمور بالتحسن؟ هل بعد عام، بعد عامين، قبل الانتخابات المقبلة، أو ربما لن يحدث ذلك؟ نعم، بدأت التعود على ذلك، وأنا سعيد الآن بأن يقول للناس سيادة رئيس الوزراء. نعم، هذا مهم مثلا لأن يتكلم مع من يخدم كرئيس الوزراء. وطبعا في عمل السابق لم يكن من العادة أن نستعمل تلك الألقاب، ولكن نحن نقدم ذلك، والبعض طبعا لا يكترثون بقول ذلك. أما بالنسبة للتغيير، العمل قد بدأ، وسنقدم ذلك التغيير بطريقة سريعة في الأشهر الأولى والسنوات الأولى. لا يمكن القول بأن الأمور لم تتغير ربما حتى نهاية الفترة الأولى. طبعا هناك فترات مختلفة من السرعة في العمل. لا أقول إنني سأحل كل المشكلات بين ليلة وضحاها، ولكن إذا تحدثنا عن السجون مثلا، الحكومة السابقة مثلا أساءت إدارة الأمور ولم تتخذ قرارات مثلا مناسبة، وأنفقت أموال وأهدرت، ولكن يمكن أن نخطط لذلك مباشرة ولا ننفق الكثير من الأموال، ولكن الأمر سيستغرق وقتا. شكرا.
أجي.